وايه بقى الفيلا دي ان شاء الله؟ الفيلا دي ابو الاحموزي كان جايبها لي عشان نقعد ونتمرن فيها انا وهو لوحدينا، بس لما طلق هايدي بقى سبتها ورحت قعدت معاهم هناك. المهم ان انا عرفت من ساسو ان هايدي هي ورا تجمعتنا عندها النهارده في الكافيه، وقلت نتجمع احنا الاول عشان نعرف هنعمل ايه. طب مش تعرفين على العسل دي الاول؟ سمر كنت مرات حمزه. دهب كنت مرات حمزه برضك. اسمى كنت مرات حمزه. وانا بقى لسه مرات حمزه. هتبقي كونتي على ايدينا ان شاء الله. بعينك. هو انت حمزه اتجوزك ازاي اصلا؟ مش هو اللي اتجوزني، انا اللي اتجوزته في الفيلا دي برضه. نعم قبلك. انت اللي اتجوزتيه ازاي يعني؟ انت اللي كنت قاعده على الشمال. سكر. وايه الساسو ده بقى؟ ساسو دي واحده من الستات الهفا في حياه حمزه. هقول لك احنا كده خلصنا كل حاجه، مأساة مش محتاجه حاجه تانية مظبوط؟ لا كده كل المأساة تمام، ما تلاقيش يعني انا اختك مأساة مظبوطه جدا. دلوقتي انا هوريكي الكولكشن الجديد، في شويه تصميمات وشويه الوان تحفه هتعجبك جدا. انت قلتي اسمك ايه؟ نرجس. طيب دوسي نرجس. بيومي انا اهم حاجه عندي الديزاينز كلها تبقى مصريه، لان انا هبقى الدي جي المصريه الوحيده اللي في الايفنت. لا ما تقلقيش خالص من الموضوع ده، الديزاينز كلها 100% مصريه، ده مستر حمزه اللي بينفذها. استاذ نرجس معلينا، عايزينك حضرتك في الحسابات. طيب حاضر. ممكن بليز بس تخلصي بسرعه لان انا لازم امشي. حاضر ثواني بس وارجع لك. انا اللي هاخد المقاسات. وانت مين بقى؟ حمزه الجبالي صاحب الاتيليه. هاي هاي. وانتي؟ ساسو. ساسو اسم حلو قوي يا ساسو. ميرسي. ناخد المقاسات بقى؟ انا اوريدي خدت المقاسات فوق خلاص. لا انا مقاساتي حاجه تانية خالص عشان تطلع مظبوطه. بس مقاسات الصباع ده عشان الدبله. دبله ايه؟ لا ما تاخديش في بالك. تعيسي انت عارفه يا ساسو ان انتي جمالك عربي؟ عارفه. وعارفه كمان انك حلوه قوي. عارفه. انت شكلك مجنون. ايه المشكله؟ شكلك هتوفي. هوفي على ايه؟ نتجوز. نتجوز؟ لا ده انت محتاج فنجانين قهوه عشان تفهم. هتوفي. هوفي على ايه بس؟ في ايه؟ ايه التسيب والاهمال ده؟ ازاي تسيب الاستاذه كده من غير ما تاخدي المقاسات بتاعتها؟ لا يا مستر حمزه انا خدت المقاسات، انا بس كنت رايحه اوريها التصميمات الجديده. جديد ايه وبتاع ايه؟ انا خدت المقاسات خلاص. يلا روحي دلوقتي ابعتي اندهي الجميل وده منهور وجمال المأذون. مأذون؟ اصلا انا ما باخدش المقاسات غير شرعي. شرعي ايه ومأذون ايه؟ هفهمك كل حاجه بعدين. انت مجنون. يلا بسرعه. الشهود يا مستر حمزه. ما هو جميل وده منهور يبقوا ايه؟ يلا يا ساسو احكي لي حكايه الوحوح. يلا. وبعد ما خد المقاسات رمى اليمين طبعا. قصة حب جميلة بجد. مين دي؟ ما تركزوا معايا بقى. هايدي مجمعانا علشان عايزانا نقعد نتفق على حمزة ان احنا نأذيه. حد فيكم عنده استعداد انه يأذي حمزة؟ نأذيه بس ما نضروش، يعني نأذيه بس ما نجرحوش. اسمعي بنت تريا انتي وهي، انا لو عايز أذي حمزة هقطعه وافرمه وعبيه في كياس، واي حد فيكم هيبق هيحصل فيه زيه. لا 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 انا مش عايزة انتقم منه، انا ما صدقت اني قابلته تاني. مين يا قطه؟ مش دي الحكايه، الحكايه ان هو اصلا ما افتكرش ان انا كنت مراته. وبعدين ولا حاجه، رجعنا نتكلم كاننا لسه بنتعرف على بعض. وانا مش فارق معايا، اصله كان وحشني قوي. وحشك دي بياكلك. لا كده يبقى نقتله. نقتله بس ما نموتوش.